دكاترة مصر كرسي يلا مسعد. لا 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 مش واسع عليا كبير دكاترة مصر. مفيش حاجة توسع عليك يا غالي. ها هتشرب ايه؟ اجيب لك معسلة؟ لا ما انت عارف ان ماليش فيها يا حاج. ما هو لازم تشرب حاجة يا نجيب غدا. الشاي بسرعة على مسعد للدكتور. ها وناوي تحمل البضاعة امتى؟ والله يا حاج انا مش جاي عشان احمل البضاعة للأسف، انا جاي عشان مش عايز البضاعة. مش عايز البضاعة؟ شكرا يا دكتور. شكرا. وماله يا سيدي؟ مش عايز البضاعة ما تاخدهاش. روح يا شيخ الله يوسع عليك ويكرمك ويبارك فيك يا حاج. طيب بعد اذن حضرتك، يعني كان في 8000 جنيه عندك. وكمان كان في 8000 جنيه عندك ولا نسيت؟ لا 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 انسى ازاي يا حاج؟ فاكر طبعا والله، كنت اجيبهم معايا بس نقول ايه، قدر الله وما شاء فعل. ونعم بالله يا سيدي، بس والنبي والنبي ما تبقاش تتاخر علينا بالزياره، انت انست وشرفت. الله يبارك فيك يا حاج، ما تقولش كده، احنا اخوات ما اقدرش اتاخر عليك. طيب بالنسبة لل 8000 جنيه يا حاج، هم هنا ولا في البيت ولا ايه؟ 8000 جنيه بتوع ايه يا دكتور؟ بتوع يا حاج، فلوسي. فلوس ايه؟ ما انت لسه قايلها لا اله الا الله، قدر الله وما شاء فعل يا شيخ. بقى انت مدفعني 16000 جنيه في بضاعة ما انتش عايز تشيلها، وجاي كمان عايز 8000 جنيه؟ ده يرضي مين ده يا ناس؟ يرضي مين ده يا ناس؟ فلوسي يا جدع. فلوس ايه يا عم؟ اسمع بقى يا جدع، انت فلوسك اترجمت لبضاعة، يعني انت مالكش عندي غير بضاعة، ومش هتاخدها لما تدفع بقية الفلوس. وكده يبقى خلص الكلام بينا يا حل. لا اله الا الله، يعني ايه خلص الكلام يا حاج؟ دي فلوسي يا جدع، البضاعه اللي كنت هاخدها منك خلاص ما بقالهاش باب رزق، اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، اقول لك ارميها في المالح، ولا يا اخي ولع فيها بجان، ولا اقول لك البسي. ما هو مالك وانت حر فيه؟ البسي؟ لو انت فاكر ان انا هسكت يا حاج، قسما بالله اجيب لك عليها وطيها. ما بلاش تقول كلام ما انتش قده، ده اتفاق وانت اللي بوظته. ويكون في علمك هما 8 ايام ما لهمش تاسع، لو ما جبتش الفلوس لا ليك عندي لا فلوس ولا بضاعه، وقدر الله ما شاء فعل. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عرفت بيتي منين؟ انت بتراقبني؟ انت غريب قوي، اراقبك ليه بس؟ انا ضيف هنا في البلد دي، في البيت ده، ضيف حضرتك. قولي اتفضل وبعد كده قولي اللي انت عايزاه. اقولي اتفضل لما تبقى الضيف مرغوب فيه، لما ابقى عارفه انك جاي او في بيني وبينك معاد. انا متشكر جدا على الاهانات دي كلها، بس على فكره انا جاي بناء على ميعاد سابق بيني وبين الوالد. بابا؟ هي الوالد ليها معنى تاني بورسعيد غير بابا؟ ايوه بابا، لو سمحت بلغيني جيت حسب الميعاد. انا اسف. اتفضل اتفضل من هنا. باشا الحناوي بنفسه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل استريح. الله يحفظك يا فندم. اتفضل. خير؟ خير ان شاء الله يا فندم، خير. هو بس انا كنت بتمنى يعني ان ساعتك ما تكونش قلت الانسه هناء عن اي حاجه. ما انا وعدتك ان انا مش هقول لها، وحسين الحناوي لما يوعد مش ممكن يخلف. انا متاكد يا فندم، اسم سعادتك وسمعتك مش جايين من فراغ. خير يا استاذ احمد، خش في الموضوع. الحقيقه انا مش عارف ابدا ازاي يا فندم. ابدأ من أي حتة تعجبك، المهم تبدأ. الأنسة هنا متورطة في مشكلة كبيرة قوي، ورفضة تدخل حضرتك بحجة إنها شخصية مستقلة ورغبتها التامة في الفصل بينها وبين سعادتك. أيوة أنا عارف، ودي حاجة أنا بحاول أنميها فيها دايما. لا لحد هنا وكفاية أرجوك، بلاش تنميها، لازم تتدخل. الموضوع يخص مخصصات اتحاد الطلبة. اختلاس؟ لا يا فندم اختلاس إيه، العفو. لا بنت حضرتك فوق كل الشبهات دي. الموضوع باختصار يا فندم، احنا كنا عاملين معرض للطلبة في كلية الزراعة، كنا بنجيب لهم هدوم من هنا من بورسعيد معفاة من الجمارك ونوديها لهم، بنوديها لهم تقريبا بنص التمن او اقل.
بس حصل مشكلة. في الحقيقة أنا ما أقدرش أكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي، لأن منع إقامة أي معارض هو قرار أمني وأكيد صادر من أعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي. تمام سعادتك، بس اسمح لي يعني على حسب معلوماتي القليلة جدا إن السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي يهمها جدا إن الجماعات يصفوا الشيوعيين. لا 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 لا، أنت فاهم غلط خالص. إحنا مش عايزين حد يصفي حد، إحنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية ويعمل اللي هو عاوزه، بس بدون دم وبدون مجازر. أنا كنت فاهم غير كده خالص. فاهم غلط فاهم أكيد. واللي أنت مش فاهمه كمان، في اتجاه دلوقتي لإنشاء منابر جوه الاتحاد الاشتراكي. المنابر دي هتعبر عن كل التيارات السياسية. منابر بمعنى إيه سعادتك؟ مش فاهم. بعدين هفهمك. اللي عايزك تعرفه دلوقتي، مش هقدر أكلم وزير التعليم، وبالنسبة للجمارك ماليش سلطة عليهم، مش هقدر أعمل لك حاجة. يا فندم أنا مش عايز حضرتك تعمل لي أي حاجة، العفو. أنا عايز حضرتك تعمل لهناء بنتك. عموما هكلمهم يا سيدي وأوصيهم، بس هتدفعوا جمارك، هتدفعوا جمارك. ما يقدروش يعفوكوا، لكن ممكن يرعوكوا. قول لي، أنتوا جايبين حاجات كتير قوي؟ لا مش كتير ومش قليل. أنا هكلمهم وأوصيهم زي ما قلت لك، وهديك كارت كمان. ربنا يحفظك يا فندم. يمكن يساعد. العفو يا فندم، طبعا هيساعد، العفو. بس ما قلتيش حضرتك المنابر عباره عن خير الاول. ايوه انا اتخضيت، داخلين عليا الدخله دي ليه؟ في ايه؟ خير حاجه يا اخي، انت رايح فين؟ رايح الشغل. في حاجه؟ اقعد بس. اقعد ايه؟ اقعد يا جدع انت. ايوه والله رايح الشغل. مبروك يا عريس. الله، في ايه يا احمد؟ فيها محمد خير؟ مفيش حاجه يا اخي، بس مفيش شغل. ايه اللي مفيش شغل ده؟ هل عندك مفهوميه بقى؟ خلاص هنشتغل مع بعض. ايه ده، انت اشتريت وزاره الكهرباء ولا ايه؟ ولا هرجع اشتغل معاكم طالب من اول وجديد؟ لا انت تشتغل معانا تاجر. هتنزل معايا دلوقتي، هنلف على التجار اللي بنورد لهم البيض والجبنه وكل حاجه. تعرف حساباتنا معاهم كام وبالملي. وتجيب دفتر، وتجيب دفتر، وتروح فاتح صفحه في الدفتر ده، اول صفحه مبروك عليك. هتروح كاتب فيها عناوين كل التجار اللي هتروح لهم دول. ليه؟ لانك بعد كده هتروح لوحدك، محمد مش هيروح معاك. وهنعرفك احنا بنجيب بضاعتنا منين وبنوزعها ازاي. بعد كده انت ومحمد هتروح على اسيوط، تروح فاتح صفحه جديده في الدفتر نفسه برضه، وتروح كاتب فيها حساب كتاب السيزون اللي احنا بنوديه للطلبه هناك في جامعه اسيوط. هناك بقى هقول لك هتعمل ايه، لان انت بعد كده هتروح لوحدك برضه، انا مش هروح معاك. بعد كده هتروحوا على بورسعيد انت ومحمد. انا هكون هناك في بورسعيد هستناك، وتجيبوا كل الفلوس اللي انتوا لميتوها، نروح شاحنين البضاعه ومجمركينها وجايبينها على مصر. ايوه بس المشاوير اللي انتوا قلتوها دي كلها لا فيها شغل ولا فيها مديحه ولا فيها جواز. انت بتاخد كام في شغلانه كشاف النور ده؟ ما هو مفيش داعي بقى للاحراج ده. ما هو خلاص ما يهمكش، مفيش حاجه، اضرب اللي انت بتاخده في 10 وهتاخدهم اول ما الهدوم تخش مصر. بقول لك ايه، ما تحسش بنفسك قوي، ده احنا كل اللي عايزينه اي حاجه في الدنيا نثق فيها ونأتمنها على فلوسنا ومالنا. ها بس مديحه وشغلي. احنا شغلك. الله، ومديحه خلاص انا استأذنت لك منها كام يوم. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اقول لك انت لازم بقى تعمل لنفسك كرشين كده، ها، منظر كده. ده انت عندك اسكندريه ومياني وسيدي بشري والجواز والجمبري ايوه، ده انت دلوقتي تلاقيك عيني على الحديده بتسعى الله حق النشوق. ما تفكرنيش بقى يا محمد، ابوك مصني خلاني على عضمه. نوينا كسوتك. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى على البركه، نتكل على الله انا وانت دلوقتي، واحمد يلحق يروح يلم بقيه فلوس الكتاب، وبعد كده يطلع يلف على المحلات اللي احنا مش هنروح لها، في حدائق القبه ومصر الجديده واللعب ده كله، وبعد كده نتقابل كلنا في بورسعيد. يلا بينا. طيب اروح اودع مديحه واجي لكم. لا لا لا، مديحه بعدين. بقول لك يا واد اسكندريه والجمبري والسيدي بشر يلا. انا حاطط كرتونه هنا يجي 3500 جنيه ويمكن اكتر كمان. انا بعد في الاخر بس. معلش المره دي انا عندي في الاول عشان انا محتاج الفلوس، بعد كده بقى نسبتك انت خدها ان شاء الله بعد كده. صاد انا مجمعهم 5 جنيهات كل رزمه في قصدك. بس والنبي يا دكتور، عاوز اي حاجه دلوقتي امشي حالي بيها. يا حبيبي انا هشوفك، ما تقلقش خالص خالص. بس معلش المره دي هاخد كل الفلوس. انا عايزك تجيب دفتر بقى وتكتب لي فيه الوارد وكل حاجه، ليه؟ اي حاجه هتنقص عليك انت. عارف يا دكتور،
عارف في ناس ما بتقدرش تدفع 6 جنيه كلهم في الاول، باخدهم على دفعتين. انت راجل حنين، اعمل لك ايه؟ انما انا بقى اخد الفلوس كلها، معلش.